ايوه جايه. ومامته بقى ايه فتحت له الباب كده يا اصحابي اهي. اهلا يا حبيبي. اهلا يا حسان. اهلا يا ماما، ازيك؟ ودخل حسان بقى البيت يا اصحابي اهو، ومامته قفلت. اهلا بيكم في قناه العابي، يلا نلعب يا اصحابي. ازيكم يا حبايبي يا حلوين، وحشتوني كلكم جدا. النهارده جايبه لكم قصه جميله قوي، قصه حسان المغرور. حسان النهارده بطل القصه بتاعتنا. هو الشخصيه دي، هو ولد لذيذ جدا بس كان مغرور قوي يا اصحابي. يعني ايه؟ كان حاسس بنفسه قوي، وحاسس ان هو اشطر من كل اصحابه، وكمان اقوى منهم، وكان ايه حاسس ان هو دايما هو اللي هيقدر عليهم كلهم. فحسان طلع بره البيت في يوم عشان يلعب مع اصحابه في حديقه الايه المكان اللي هم ساكنين فيه كلهم، علشان ايه يلعبوا مع بعض. فايه اللي حصل؟ تعالوا بينا نعرف على طول ايه اللي حصل مع حسان. حسان بقى دخل في الجنينه يا اصحابي لصاحبه ايه عمر، واول ما شافه قال له ايه: ازيك يا عمر، عامل ايه؟ انا بخير يا صاحبي، انت عامل ايه؟ انا كويس جدا. بقول لك ايه يا عمر، تقدر تبارزني؟ ايه ابارزك؟ ابارزك ازاي يعني؟ انت تقصد ايه؟ تعالى نبارز بعض كده بالسيوف وايه، ونحارب بعض ونشوف مين فينا اقوى. لا لا يا صاحبي، انت صاحبي وحبيبي وانا ما اقدرش اعمل معاك كده. لا لا يا عم، انت مش هتقدر لان انت ضعيف. مين اللي قالك ان انا ضعيف؟ انا مش ضعيف خالص، بس انا ما اقدرش اعمل فيك كده لان انت صاحبي. لا لا، انا متاكد ان انت ما تقدرش تعمل كده وما تقدرش تكسبني. اللي انت بتقوله ده كلام غلط، احنا الاثنين اصحاب وما ينفعش خالص ان احنا نبارز بعض. يلا سلام، اشوفك بخير. ومشى عمر يا اصحابي علشان ايه يسيب ايه حسان يفكر في اللي هو قاله له، وايه ويراجع نفسه من اللي هو عايز يعمله. حسان وقف كده وقال ايه: ضعيف ومش قادر يبارزني. كان واضح جدا عليه ان هو خايف، وعشان كده قال لي انت صاحبي وبتاع ومشي. انا اكيد هكسبه، اكيد اكيد، هو لو كان وافق اكيد كنت هكسبه. انا اصلا محدش يقدر عليا، انا قوي وانا اقوى من كل اصحابي. هنشوف دلوقتي، هنشوف. مشى حسان بقى يا اصحابي اهو علشان ايه يدور على حد تاني، فقابل مين؟ قابل منى. يا منى، يا منى. ايوه يا حسان، ازيك؟ انت ما بتظهرش ليه؟ ده احنا بنلعب كلنا مع بعض وانت ما بتجيش خالص. لا انا عندي حاجات تانية اهم من اللي انتوا بتعملوه يا منى. بقولك ايه يا منى، تقدري تبارزيني؟ ايه ابارزك؟ ابارزك ليه؟ يعني ايه ليه يا منى؟ تبارزيني عادي علشان اثبت لك ان انا اقوى منك. طب وتثبت لي ليه؟ انا مش عايزه اعرف انت اقوى مني ولا لا. ايه يا منى اللي بتقوليه ده؟ انت لازم تبارزيني عشان تعرفي انت قويه ولا لا. بس انا مش مقتنعه باللي انت بتقوله ده خالص يا حسان. انا شايفه ان احنا نعمل حاجه مفيده احسن. حاجه مفيده زي ايه يعني؟ يعني مثلا انا بحب المجلات والقصص بتاعه الاطفال، ولا انت عايز تبقى زي الشخصيات المحاربة اللي فيهم؟ انا اقوى من اي شخصية محاربة يا منى، انت بتقولي ايه؟ انا اكيد اقوى منهم، جربي بس تبارزيني كده. اكيد لا طبعا، انا مش هنزل للمستوى التفكير ده يا حسان. ابارز ايه واعمل ايه؟ انا بحب القراءة قوي، القراءة اهم بكتير من اللي انت بتقوله. وبعدين حتى لو انت اقوى مني او انا اقوى منك، ايه المشكلة يعني؟ ما ربنا خلقنا كلنا درجات، انت حاجة وانا حاجة تانية. يلا اشوفك على خير بقى يا حسان، انا عندي قصة كويسة جدا هروح اقراها. جرب تقرا يا حسان، جرب تقرا. سلام. وبعدين بقى يعني محدش راضي يبارزني ابدا، ده كلهم جبنة وكلهم مش قادرين ان هم يبارزوني. انا اكيد هكسبهم كلهم، واكيد كلهم عارفين كده، علشان كده محدش منهم موافق ان هو يحاربني. شخصيات ضعيفة كلها. ومشى حسان برضو يا اصحابي يدور على حد تاني برضو عايز يبارز اي حد ويثبت له ان هو اقوى منه، لحد ما قابل مين؟ قابل سهر. ازيك يا سهر. ازيك يا حسان، انت عامل ايه؟ وحشتني قوي يا حسان، ما بكيش تلعب معايا ليه زي كل يوم؟ لا لا خلاص بقى يا سهر، انا كبرت على الكلام ده وما عدتش هلعب مع حد. انا اكبر من اني العب في الشارع والعب في الجنينه والكلام ده. ايه يعني ايه ما عدتش هتلعب معايا؟ لا لا خلاص بقى، انا عايز العب رياضتي المفضله، وعايز اثبت لكل الناس وكل اصحابي ان انا اقوى واحد فيكم. طب هو مين اللي عايز يعرف ان انت اقوى واحد فينا اصلا يا حسان؟
كلكم عايزين تعرفوا ان انا اقوى واحد. خالص يا حسين، احنا مش عايزين نعرف ان انت اقوى واحد ولا حاجة، احنا كلنا عادي ومبسوطين. يعني انت مش عايزة تعرفي اذا كنت اقوى منك ولا لا؟ جربي تبرزيني كده. لا والله انا مش فاضية خالص دلوقتي يا حسين، انا راح اجيب طلبات لماما وهتأخر عليها. يا سلام، دلوقتي طلعت الطلبات وهتروحي تجيبي طلبات لماما، مش كنتي بتقولي لي تلعبي معايا دلوقتي؟ لا مش كنت بقولك دلوقتي، يعني انا اقصد ما بتجيش تلعب معايا ليه، انما انا دلوقتي راح اجيب طلبات لمامتي. يلا اشوفك على خير يا حسين، باي باي. ومش هتسهر برضو يا اصحابي. وقف حسين برضو يكلم نفسه ومش فاهم، مش فاهمه ليه مصمم ان هو يبارز اي حد ويثبت لهم ان هو اقوى منهم، مع ان اصحابه كلهم بيحبوه وهو كمان بيحبهم، بس ليه بقى مغرور كده وبقى شايف ان هو اقوى من اصحابه كلهم؟ وفضل ماشي برضو لحد ما قابل مين؟ قابل رنا. حسين ازيك يا حسين؟ انا كويس يا رنا، انت عاملة ايه؟ انا بخير، ما شفتكش امبارح، يعني كنت في النادي بلعب رياضتي المفضلة. ماشي يا سيدي، انا سمعت ان انت بقيت جامد قوي. ايوه يا رنا، ايوه انا فعلا بقيت جامد قوي. تبرزيني؟ يلا برزيني. ابرزك ازاي يا حسين، انا بنت وانت ولد، واكيد انت هتبقى اقوى مني، وخصوصا كمان ان انا مش بلعب الرياضه بتاعتك. يا سلام، وانت يعني لازم تلعبي الرياضه بتاعتي؟ ايوه طبعا لازم العب الرياضه بتاعتك عشان ابقى زيك واعرف انت هتعمل ايه بالظبط وهتلعب ازاي. طب وبعدين؟ طب جربي بس تبرزيني كده، وانا مش هبرزك جامد، ده انا اصلا اكيد اقوى منك، انا عارف. ايه اللي انت بتقوله ده يا حسين؟ مش شرط على فكره، ممكن انا لو لعبت الرياضه بتاعتك دي ابقى اقوى منك. يا سلام، لا طبعا عمرك ما هتبقي اقوى مني، انا اكيد اقوى منك. انت مغرور قوي يا حسين، مغرور قوي وشايف ان انت اقوى واحد فينا، بتهيألك بقى على فكره، وعمر صاحبنا اقوى منك. يا سلام، انت بتقولي ايه؟ لا طبعا عمر ما يقدرش عليا، وانا كمان عرضت عليه انه يبارزني وقال لي لا طبعا عشان احنا اصحاب. وتحجج؟ هو ما تحججش يا حسين، هو قالك كده لان انتوا فعلا اصحاب واحنا كلنا اصحاب، وما ينفعش ان احنا نعمل كده في بعض، المفروض ان احنا ندافع عن بعض وبس. يا سلام، انت شايفه كده يعني يا رنا؟ ايوه شايفه كده، انت بتعمل حاجات غلط يا حسين، وده غرور وما ينفعش اللي انت بتعمله، والغرور مش من صفات الرياضيين ابدا، اي حد بيلعب رياضه كويسه وشاطر فيها لازم تكون اخلاقه كويسه طبعا. يا سلام، ماشي يا اختي، انت بقى منحازه لعمر وايه وشايفه ان هو اقوى مني؟ هو اقوى منك على الاقل باخلاقه يا حسين. يلا انا ما عدتش بقى عايزه اقف معاك كتير اكتر من كده، لان انت دلوقتي بتقول كلام غلط. يلا سلام. ومشت رنا بقى يا اصحابي على مش حسين بقى يا اصحابي، ودخل علشان ايه؟ يروح بيته وهو متضايق جدا وبتغاظ، وطلع عشان يرن الجرس. هنا ترن 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 ترن. ايوه جايه. ومامته بقى ايه فتحت له الباب كده يا اصحابي اهي. اهلا يا حبيبي، اهلا يا حسين. اهلا يا ماما، ازيك؟ ودخل حسين بقى البيت يا اصحابي اهو، ومامته قفلت الباب. حسين دخل بقى يا اصحابي ايه متضايق جدا ومتنرفز واعصابه ايه على اخرها خالص، فمامته قالت له ايه بقى؟ مالك يا حسين يا حبيبي، انت زعلان ليه؟ متضايق قوي يا ماما، متضايق ومتنرفز، كل اصحابي نرفزوني النهارده جدا. ليه بس يا حبيبي نرفزوك ليه؟ قولي. خلاص بقى يا ماما، انا خلاص متضايق منهم جدا ومش طايقهم كلهم. طب بس فهمني ايه اللي حصل. انا حاولت اعمل مبارزه بيني وبين اي حد، محدش رضا خالص، وكلهم ضعفة وكلهم مش عايزيني ابارزهم. طب وانت ليه عايز تبارز اصحابك يا حسان؟ كده عايز اثبت لهم ان انا قوي وشجاع واقوى منهم كلهم. طب وانت ليه فكرت ان انت تثبت لهم الكلام ده يا حسين؟ قولي. سيبيني دلوقتي بقى يا ماما، انا متضايق جدا وعلى اخري. ها ها. حسين، رجلي يا ماما، رجلي. حبيبي بعد الشر عليك يا حبيبي، قوم بس قوم كده يا حسين. شفت رجليك جرالها ايه يا حسين؟ رجليك اتكسرت ازاي؟ مش قادر يا ماما. مش قادر. انا قلتلك يا حسين 100 مرة قبل كده ان الغرور حاجة وحشة جدا وصفة وحشة احنا منحبش ان احنا ايه نتصف بيها.
او حد يوصفنا بيها. سلامتك سلامتك يا حسين، الف سلام عليك. واصحابه جم بقى يا اصحابي علشان ايه؟ يطمنوا عليه ويشوفوا ايه اللي حصل له. سلامتك يا حسين، الف سلام عليك. الف سلام عليك يا حسين، مالك؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا طنط؟ ازيك يا طنط، عامله ايه؟ وحشتيني قوي يا طنط. الف سلام عليك يا حسين، الف سلام عليك. الله يسلمكم كلكم. ايه اللي حصل لك انت؟ ايه اللي حصل لك يا حسين؟ ما انت كنت كويس معايا الصبح. شفتوا اللي حصل له يا ولاد؟ حسين اتكعبل في الترابيزه وعملت له شرخ في رجله. معقول؟ يا حرام، يا خبر ابيض. الف سلام عليك يا حسين، ليه كده؟ مش تخلي بالك؟ هو ايه اللي حصل يا طنط بالظبط؟ شفت بقى يا حسين يا صاحبي، انا قلت لك ان اللي انت بتفكر فيه ده غلط، وقلت لك كمان ان انت لازم ما تستقواش على حد وتقعد تقول انا قوي انا قوي. شفت يا طنط اللي حصل له؟ يا خبر يا حسين، وقال كنت عايز تبارزنا الصبح، معقول؟ شفتي يا عم اللي حصل لك؟ ينفع كده؟ شفتي يا طنط؟ شفتي؟ شفتي غلطة حسين؟ لا لا اكيد حسين كان غلطان طبعا، واديك طلعت مش قوي ولا حاجه خالص يا حسين. خلاص بقى، انتوا جايين تقولوا لي ايه بس؟ انتوا جايين تطمنوا عليا ولا تقولوا لي كلام يضايقني؟ على العموم الف سلام عليك يا حسين، احنا مش جايين نضايقك، بس احنا عايزينك تتعلم. ايوه صح صح يا منى، لازم يتعلم الصح من الغلط، ما ينفعش كده، ولا ايه يا رنا؟ ايوه طبعا طبعا يا طن. صح يا رنا؟ طبعا صح يا طن. امال ايه؟ لازم نتعلم الصح من الغلط، ونعرف ان اللي احنا بنعمله ده اكيد اكيد غلط، وحسين طبعا كان غلطان. كلكم عندكم حق يا اولاد فعلا. يا حسين انت لازم تسمع كلام اصدقائك كلهم، وانا مبسوطه منهم عشان هم عارفين ان الغرور صفه وحشه جدا. كان لازم تفهم ان انت اصحابك كلهم زيهم زيك، مش لازم تثبت لهم ان انت اقوى او اقل منهم. لازم لازم كل واحد فينا ربنا خلقه وربنا بيميزه بحاجه عن التاني، وكلنا زي بعض، لكن كل واحد فينا فيه صفة بتميزه عن التاني وبس، مش شرط تبقى أقوى منهم. وحتى لو كنت أقوى، احنا بنبقى أقوى من الناس مش عشان نفتري عليهم أو نبين لهم ان احنا أقوى منهم يا أصحابي، احنا بنبقى أقوى من الناس فبنستفيد من حاجة زي دي، ان احنا ندافع عن أصحابنا وحبايبنا، وندافع عن اللي محتاج ان احنا ندافع عنه. لكن اننا نقعد بقى نتكبر على الناس ونقول لهم انا أقوى منكم أو انا أحسن منكم، ده غلط وما ينفعش نعمله أبدا. صح يا حسين؟ صح يا ماما صح. انا اسف، انا فهمت غلطي كويس وخلاص، ما عدتش هعمل كده تاني، بس لما اخف واقوم بالسلامه. برافو عليك يا حسين، لازم بعد كده ما تتغرش في نفسك او تقول انا احسن من حد او اقوى من حد، لان دي صفه وحشه قوي يا اصحابي. دي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي، يا رب تكون عجبتكم كلكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تعلموا على علامه الجرس عشان يوصل لكم كل الالعاب الجديده اللي بنعملها لكم كل يوم. واستنوني بكره ان شاء الله مع لعبه جديده وفيديو جديد من قناتكم الجميله قناه العابي. وما تنسوش يا اصحابي ابدا ابدا تدعمونا باللايك والشير، وتوروا الفيديوهات والالعاب بتاعتنا لكل اصحابكم عشان هم كمان يفرحوا زيكم. واشوفكم بكره ان شاء الله. باي باي.